باي كيفكن؟ دايما بقولوا لكم اشربوا حامض ومي، بس ما قالوا لكم شو هي الفوائد تبعها. تابعوا الفيديو للاخر تخبركم 5 فوائد للحامض ومي لتتشجعوا تشربوا منهم على الريق. الحامض والمي لما بنشربه الصبح على الريق بنكون عم نقول له للكبد نحن وعينا يلا نظف حالك، حتى الكبد الدهني بيستفيد من المي والحامض لما بنشربه الصبح، لانه هو انتي اوكسيدنت بيأخر الخلايا السرطانيه او بيمنع الخلايا السرطانيه انه تتكون بالجسم. ثالث فايدة عندها إياها الحامض والماء إنه في فيتامين سي بكميات كبيرة، يعني نحن حامضة واحدة قادرة تعطينا نص كمية الفيتامين سي اللي عايزينه بهيدا النهار. والفايدة الرابعة تبول الحامض والماء إنه هو بيساعد العصارة الصفراوية يلي ما عم تشتغل منيح إنه تهضم الأكل أسرع، وخاصة كمان اللي عنده حصب الكلوي الحامض والماء بتفيده كتير. والفايدة الخامسة تبول الحامض والمي انه هو بخلينا نضعف. كيف؟ بيوطي الانسولين بالجسم، مش هو بضعف، بيوطي الانسولين تنبلش نحن نضعف، وخاصة عنده كوليسترول وتريجليسيريد الحامض والمي بيفيده. واخر معلومة بقلكن اياها، لما بدك تشربوا حامض ما تحطوه بالمي السخنة لان فيتامين سي على حرارة عالية بيتكسر.